تعالى نعمل الكلام ده تاني. قلنا ايه اللي هيحصل للراجل؟ هيبدا سرعته ايه؟ بزيرو، من تي اكبر من صفر لحد التي اللي هو هيوصل له. ايه المعلومات اللي انا اعرفها؟ ان الفي نوت بتساوي صفر صح؟ وان الاي بتساوي كونستانت، وان المسافه اللي هو هيمشيها بكام؟ ب 10 قدم. خلاص؟ القانون الاولاني بيقول ان الفي بتساوي الفي نوت زائد الاي تي صح؟ ده بكام؟ يبقى الفي بتساوي اي في التي. دي المعادله الثانيه، فاهم المشكله؟ المعادله الثانيه من معادلات ثبوت العجله، الفي سكوير بتساوي الفي نوت سكوير زائد 2 اي دلتا اس. الفي نوت بكام؟ يبقى الفي سكوير بتساوي 2 في دلتا اس، دلتا اس بكام؟ ب 10، 10 في 2 ب 20 جي. دي المعادله الثانيه. ها ثانيه، استخدمت كام معادله؟ معادلتين من ثلاث معادلات. واحده فيهم طلعت علاقه ما بين السرعه والعجله والزمن، المعادله الثانيه طلعت علاقه ما بين السرعه ومين؟ والعجله. ما اعرفش احلهم لانهم ثلاثه، هروح للمعادله اللي بعدها، الفتره اللي بعدها. تي اكبر من كام؟ من تي واقل من 4. يعني واقف فين؟ اكبر من تي واقل من كام؟ يعني مثلا لو هو مشي من صفر لحد 2 ومن 2 لحد 4، يبقى دي تي اكبر من كام؟ من 2 واقل من؟ ايه اللي بيحصل في الفتره دي؟ السرعه بتساوي ايه؟ وطالما السرعه بتساوي كونستانت، يبقى السرعه بتساوي ايه؟ ديستانس على ايه؟ على التايم صح؟ السرعه دي مش هي نفسها ديت؟ مش هتتغير، يبقى الفي هي نفسها الفي لانها ثابته. الديستانس بكام؟ 80. والزمن؟ 4 ناقص تي. 4 ناقص تي، لان الفرق الزمني اللي ما بينهم. يبقى دي المعادله الثانيه. عندك كم مجهول؟ وعندك كم معادله؟ حلهم مع بعض. ابسط حاجه عشان احلهم، شايف المعادله ديت؟ هاخدها كده، في سكوير بتساوي 20 اي، هخليها في الفي بتساوي 20 اي، فاهم المشكله؟ الفي سكوير بقت مين؟ خد واحده فيهم عوض بقى دي، وخد الثانيه عوض بقى دي. ملي لي كده، يبقى دي عباره عن ايه؟ اي في تي، الفي دي اي في تي صح؟ في 80 على 4 ناقص تي بتساوي مين؟ ليه يا باشمهندس عملت كده؟ عشان اروح مختصر مين؟ اللي مع ويبقى كله مع مين؟ مع الزمن. باي طريقه انت عايزها، مش شرط دي يعني. ها يبقى تي في كام؟ يبقى 80 تي على 4 ناقص بيساوي 20، يعني 80 تي بتساوي 80 ناقص 20 تي. خد السالب 20 تي مع دي يبقى كام؟ 100 تي بتساوي كام؟ 80. يبقى تي بتساوي 8 من 10 ايه؟ سالب. يبقى الجسم الراجل ده خد وقت قد ايه عشان يوصل لاقصى سرعه؟ 8 من 10 ثانية. خد الزمن ده عوض بيه هنا، يبقى الفي بتساوي ايه؟ 80 على 4 ناقص كام؟ 8 من 10. طلع قيمة مين؟ السرعة. خد السرعة دي عوض بيها هنا، طلع قيمة مين؟ بأي طريقة، يعني الأساس بتاعنا في المسألة ديت إن أنا أطلع الثلاث قوانين دول، الثلاث معادلات دول، وأحلهم زي ما أنت عايز. الاثنين دول جبتهم من معادلات إيه؟ الحركة. وما المعادلة دي؟ مبدأ واحد، إن السرعة بتبقى ثابتة، يبقى السرعة بتساوي المسافة على مين؟